شكرا سيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمين. نشكرك السيد الوزير على توضيحاتك وتشخيصك لوضعية برنامج مدن بدون صفيح في مدينة مراكش. حقا هذاك الشيء اللي قلت السيد الوزير ربما هو نقاسمك ونشاطرك نفس الرأي، هو أن مدينة مراكش كمدينة يعني تاريخية وحضارية وكبيرة وسياحية يعني اليوم فيها هذا باقي فيها هذه المظاهر ديال التخلف على مستوى الصفيح وعلى مستوى الدواوير في مناطق متعددة من جوانبها ومن حواشيها ومن داخلها. ولكن السيد الوزير هذا الشيء طبعا ماشي في مدينة مراكش، ربما هذا الشيء يسري على مدينة الدار البيضاء، مدينة فاس، مولي يعقوب وعدة مدن كبرى كذلك. الشيء الذي يظهر على أنه خص واحد الجهد اليوم أكثر من أي وقت مضى، لأن هذا الشيء اللي قلت السيد الوزير السيارة التاريخية كتبين بأن احنا غادي زايدين في المشكل، غادي كيستفحل. فإذا متى سيتوقف؟ اليوم السيد الوزير أنتم على رأس هذه الوزارة وهذه الحكومة الآن بإرادتها القوية في الإصلاح وفي يعني ترسيخ كرامة المواطنين أن تجتهدوا أكثر يعني في هذه المدينة الكبيرة على أن يصل لهؤلاء الناس واحد شوية ديال التحضر، لأن هاد الناس حقا للأسف ظلموا مرتين، هاد الناس لأن معظمهم مع كانوا على من قروية فزحف عليهم التعمير في المدينة ولاو في الهوامش ودخلوا ودارت بهم العمارات ولكن ما عطيناهمش حقهم. وهذا الشيء لابد نعتبر أن نقولوا بأنه العمران أيضا العمران وبعض المنعش العقاري الكبار اليوم اللي دخلوا المدينة، هؤلاء يعني كيستفدوا من العقار وكيبنيوا العمارات وكذا وكيخليوا دابا اليوم الطرقات، كيف يعقل أنه واحد الإنسان يشرب وقعة والطريق قدامه ومن كيجي كيبنيها كيلقى قدامه البناء العشوائي. والان حنا دابا سنوات هذه والناس كيغوتوا، لا هذوك اللي شراو ولا هذوك اللي باقيين تما عارفين غيترحلوا، حتى حاجه ما دارت في هذا الشيء. فاذا الامور راه توقفت في 2008 وعاودنا في 2010 درنا اتفاقيه جديده، وحنا اليوم عاوتاني يعني كنا غنهيوا ربما في 2012 ولا 2013 لم تنتهي. انتم تؤكدون على انه خاصنا نعاودوا نجلسوا لهذا الشيء، الرؤيه غير واضحه وخاص يعني المندوبيه والمفتشيه ديال السكان خاصها تاخذ يعني الملف يعني بقوه وتكون هي الجاذبه في هذا الموضوع، وما نلوحوش داك الشيء على السلطه فقط، خاص المفتشيه. شكرا للسيد النائب محترم.